هاك في الدوار بفضيحتنا 766 صوت هبطوا بلوك قيس سعيد الا واحد واحد برك يقهرنا هاكا يمشي للمقارونة هاكا نقعد فضيحة في الدوار والله ما نطلع هاني مشى للمقارونة ما نطلع 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 وين مش معه خلينا ضحكة في الدوار طلعتوش يا ودي طلعوه اللي صوت للمقارونة لازم يطلع الليلة في الدوار باش نعرف شكون قدرنا اي مالا نلعبو تفهمنا الناس كلها بلوك دوار كامله باش يمشي قيس سعيد انا قدرنا ضيف ظهرنا من تاني ناس طلعوه ويتحمل مسؤوليته طلعوه لي الليله باه هات نطلع جاي لعبه معاني ها والله ما نطلع نطلع مررها حتى الفطور مررها هاي مقارونة كذابة يا مطلوب هذا هو النقار برا 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 يطلعش هو والله يعمل زعما يطلع هو مش مع المقارونة ما تقولك كيفاش والله ما نطلع بالمقارونة هاي المقارونة مش طلع ادخل يا نقار نقار وين مكتوب وين مكتوب ادخل باب محلول ادخل يا اخي ساعه كامله وني نبلح عليك ما تسمعش يا رسول الله وكنت مدفون وكنت مدفون اقعد اقعد لا باس لا باس يا صاحبي يلا ما كون جات قعدت وقت مشوم مشوم هكا مشوم على راسك مشوم قصدي وقت هكا ولا هكا ولا مش لاهي ولا لا لا الحمد لله الحمد لله لا باس لا باس شنو هذا؟ شنو؟ انا حيبقى الجازوس يا رحم والديك تعال جزاكم من بروكم تحت قيس سعيد كربحوا كربحوا شبيك حتى انت خبر كامل وانت تدمح قد يتبرح على قيس سعيد هاكم ربحتوا ربحنا انا ربحنا انا ربحت هاي الحمد لله ربحنا الحمد لله اما هكا نفسك اللي هكا معناتها انت مش فرحان ولا هكا جد ليه مانيش فرحان؟ والله فرحان نقد شبيك انا خير من قيس سعيد شبيك الراجل ما يرش فيه حتى من اسرائيل دار عليها ما حشمش منها الحمد لله بعثته العنايه الالهيه الحمد لله الحمد لله ان شاء الله باش ينقذ البلاد ويشد الطريق المستقيم البلاد يزينا يزينا اخويا من الرويق ويزينا من كذا ويزينا من الفساد ان شاء الله نجيو الاثنيه ان شاء الله وان شاء الله تكونوا رجال ان شاء الله ان شاء الله وتمشوا معاه الناس كل الدوار كل معاه ما قلت لي واحد الناس راني معاه ما كنا الدوار كله معاه تلي ما في بالكش صومت والله ما في لالي بير اش تم في بالكش اللي هو جاب 766 صوت هنا في الدوار صلي على النبي هذا حتى عبدنا عليه ما جاب عمر هذا الدوار يكون صوت له الحمد لله جبناها بالحلال الحمد لله الحمد لله الحمد لله اما ثم صوت واحد صوت واحد اغدرنا من تالي ما مشاش معانا هات الغدره فينا ديما يا رسول الله الراجل فهمنا معاه وبتمش معاه والله يهديك والله يهديك اي نعم يا سيدي ثم صوت مشي مع المقارونه وانت يزي ما تقول هاي كلام هاي انا في الدوار ثم شكون مشي مع المقارونه هاي مشي مع المقارونه وخلي كسكسي 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 شنو يا ودي كسكسي جماعه النهضه ما يحبوا هاي الكسكسي تاع المدبيه تاع الموتى تاع الفرد اي وش مدخل النهضه في قيس سعيد وما نعرف يقولوا كاكو برا خلينا نتغلوا ويقولوا هكاكو برا مين سمعت هالحديث هذه شكون حطتك؟ يا ولدي الناس الكل تحكي كذاك الناس الكل خليني قلت لك اش تحكي الناس؟ يا ولدي ما يحكوا شيء ما يحكوا شيء هسا امورك انت مش واضح اش بك ثبت فيه تو يا اخي ما وعدتكمش ماني قلت لكم راهو ليه معك يا ويلو يا طول الليل ولا غدرنا ومشى مع المقارونه يا اخي سهيله يا اخي سهيله باش تطلعوه اي طلعوه يا ولدي ضد اخوه طاح في الشربه والله ورس خويا ورس خويا النقار مش كي دز اخوه طاح في الشربه انت حاطه في المقارونه قول لي الساعه شنو انت صوتت خويا ما نكذبش عليك والله ما صوتت عندي العواكيش من فوق ولا العناكيش من هنا خويا عندي كل فتله هكا جايبه ساعات ما نتحرك الا بالسير قلت يا دفع الله ما كان اعظم في الرئاسيه شنو نعمل ترى راه سمعك بالاخبار سمعي
هذا بتاع الواحد بتاع الرئاسية الأولى، هذا بتاع التشريعية الأولى. تشريعية الأولى ولا الثاني؟ يا راجل أقول لك تو مش كذبني عيني عينك، إيش بيك تريد تتخلوا فيما كانت راني قلت لك أنا معاكم راني، يا أخي جيت لي للدار ولا وكلمتني بالتليفون قلت لك تهنى ولا قلت لك ولا؟ إي قلت لي. إي ما نخلف. الأخبار نحسها جديدة شوية. إيش جديد؟ هذه جديد ما هكاك، هني فيسا يطبخ أي حاجة تشد في الصوابع فيسا تقعد تشد هكاك. أنا معاكم الآن. هو معانا. تبغى تثبت على الطاولة يا سلعة مكتوبة، خلينا على القاعدين. ليش ما تمنوش؟ علاش ما تمنوش؟ عرب علاش ما تمنوش؟ أنا مش طلع نطلع نقول لك. يا ولدي كانك على هنيه والله ما نحب هالمقالون. والله ما نشم حتى ريحتها أصل. راني نكرهها، راني ما نحب راني والله ريحتها منتيجة. كنشم ريحتها برك لحم يشد شوك شوك، راني من الزلف كنشم ريحتها. علاش ما تمنش يا رسول الله؟ اه خليك تبع عليك يا طويل. لا صدق فيك تكره معناتها ريحة المقارون. نكرهها في الدم ما ريحة المقارون. ما كل واحد يقول الحق حتى لا روح. ني راني قايس راني نحب. بيليك قايس راني نحب. الله تصدق ولا تكذب؟ ني اسرائيل ما كرهش كيف. قايس كرهني فيه. هاي. بجيت تو على المقارونة. ني والله المقارونة تردتني يا اسطى. راني ما انتقيت المقارونة ما انتقيت. عرفت منو؟ ولا خدت ريحة. باهي معقول. اما كانك كنت تفطر ها؟ اي نسيت شباب كنت تفطر. سامحني كان قال لك خذ الحق والله عطاني نشم في ريحه فاوحه. ها؟ ريحه فاوحه. ثبت فاوحه. والله ريحه فاوحه فاوحه زين. بالله. فاوحه فاوحه. والله فاوحه زبده. مثبت فاوحه. فاوحه وانا يقول ريحه فاوحه. ما هيش تردد. لا لا ما تردكش يا لا 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 ثبت ريحة فاوحة ريحة شنو زعما زعما ريحة مقرونة فن هذه ريحة فاوحة 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 ما صحش تردد لا فاوحة ريحة فاوحة فاوحة كيما شنو مثلا فاوحة كالفل فل ايه لا لا يظل ما يشفل حل عينيك ترى ما صحش ريحاناتنا وتردد هذه سباجيتي مش فل عرفناك انت صوتت كلب ابن كلب